سيدي اصبح في عندنا تنمر على الدوله يعني اليوم بالضبط وان شاء الله ناس من الام العام بسمعني الساعه خمسة ونص بالضبط شارع مكه باتجاه الشرق يعني باتجاه زي نازل على وادي صقره من ثمانية الى عشر سيارات شباب لا عرس فيش تخريج هسه فيش توجيه فيش شيء وقفوا السيارات بنص الشارع بينزلوا برقصوا بردوا بشغلوا السياره انا بطلع عليهم وبرد بمشي 200 متر برد بوقف وممنوع اي سياره تطلع لا من اليمين ولا من اليسار هذا لازم تتخذ بحقه اقصى العقوبات الذي يسمح او تسمح بها القوانين مع تفعيل قانون منع الجرائم لهؤلاء الاشخاص اذا كان تهمته بده يدفع له 30 ليره او 40 ليره اصلا السيارات اللي كانت موجوده بيقدر يدفع 2000 ليره بيقدرش يدفع بدوش بس 20 و30 ليره صار في تنمر بس هذا مو بالاردن هذا صار على مجال العالم انظر في امريكا انظر في اوروبا في كل الدول المتقدمه ايضا صار في تنمر وجب علينا ان نعيد فرض هيبه الدوله واحترام القانون ليس الخوف من القانون احترام القانون من يخاف من القانون عندما يذهب منفذ القانون يفعل ما يشاء ولكن من يحترم القانون يحترم القانون حتى بالعكس بيحترموا أكثر لما ما يكون في الجهة المنفذة للقانون تسمح لي أنا في ذات الإطار في سؤال أنه, إنه مع التجمعات الاجتماعية الموجود في هذا السلاح هل يمكن سحبه؟ هل يمكن الحديث عن عن سحب السلاح مع هذه التجمعات؟ إيه اجتماعيا شوف يا سيدي اول شيء انت يعني مش اليوم طلعت القرار بكره بدك تنزل تفتش بيت بيت يعني لا ارجو ان لا افهم خطا ولكن انت بتعطي مدد يعني هي عباره عن عمليه استراتيجيه توضع خطط لتتعامل فيها على مراحل. ما شاء الله عندنا الاجهزه الاستخباريه كالمخابرات العامه. والاجهزه الاستخباريه بالقوات المسلحه. والاجهزه الاستخباريه في الامن العام ما شاء الله يشهد لها يشهد لها بالمهنيه والنجاعه في العالم. فهم مش يعني قادرين. ولكن هل هناك قرار سياسي من الحكومه للمضي في هذا الموضوع لا ننسى ان الامن العام ليس القانون الامن العام هو منفذ للقانون والانظمه